السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ فين تكونوا بخير وعلى خير يا رب. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا وغادي نبدا نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال صحابه اجمعين. اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده يا سيدي ربي. كيف ما كتشوفوا انا دابا كنتواجد في واحد المدينه، وغادي تقولوا في الكومونتير فين هذه المدينه بالضبط. فتلاقيت على شي ناس معاناتهم كثيره، فقالوا انني ندوزهم وانكم الصوت ديالهم يوصل. راكم عارفين الحمد لله ملي كنلوح شي فيديو راه كيوصل الحمد لله للمغاربه كاملين، برات المغرب وخارج المغرب. فانا نتمنى من هاد الناس هادو انكم حتى هما بغيتي تشاف الفيديو ديالهم ويساندوهم ولا يلقاو معاهم شي حل. المهم انا غادي ندوزو لكم وان شاء الله يكون غير الخير. ايوا نتوما كيف ما كتشوفوا دابا هادو المعاناه ديال هاد الساكنه هادو ديال الناس ديال تيزنيت. كيف ما كتشوفوا الصوت ديالهم خصو يوصل الصراحه، عندهم مشاكل اللي هي كثيره وما كاين. ما انا صراحه كيوتيوبرز كبيره ما عمري شفت فيديوهاتهم او شي حاجه عليهم ولا شي حاجه، خصوصا من الناس ديال تيزنيت. فانا الحمد لله جيت هنا كنتمنى ان الصوت ديالهم يوصل ويشوفوا الناس كاملين. كما كتعرفوا راه فيديوهات كيتشافوا الحمد لله. فهاد السيده هادي غادي تشرح لكم المعاناه وشنو السبب اللي خلاها انها اصلا توقف هنا حدا ياك العماله هنا لا عند في العماله في اقليم تيزنيت هنا. فالسلام عليكم اختي. وعليكم السلام. كي دايره لاباس؟ بخير. شكرا بعدا ملي جيتي باش تزورينا. مرحبا. الله يعاونك. تنشكركم بزاف. حنا كنعانيو بعد شهور دابا، وحنا تنعانيو من هذا المشكل ديال رخصه السكن. رخصه السكن بنينا ديورنا خصوصنا بالبلان وكل شيء، ملي جينا دفعنا للبلديه ديال تيزنيت مجلس البلدي قال لك الرئيس خصكم تكملوا. اييه هذا الشيء راه كيجبد علينا واحد القانون قال لك من التسعينات. هذا القانون اللي قال من التسعينات خلاه بدا الولايه ديال تبدا بها حتى شهر 7، وقال لك طبق هذا القانون خصك تكمل الدار باش غنكملوا الدار. ما عندناش درنا داك الشيء اللي كان في القدر ديالنا اللي ما كملوا حتى البطاطا وكنزلوا المعيشه والله الله بعد المعيشه خيطه غير باش نكملوا. هو غير خصهم خصهم يفرحوا ملي ما بنينا بالعشوائي وبنينا باش ندخلوا لديورنا باش نفرحوا ندخلوا وليداتنا ويشردونا. راه دابا هما سكنوا وليداتهم ويشردونا وتشردونا. دابا راه 4 شهور ومعاناه والعجز والشمس عرفتي شحال دوزنا هنايا معاناه. وهاد السيده مسكينه هاد السيده هادي هي راه عندها مرض مزمن وكينصحوا السلطه والمنتخبين في تيزنيت قالوا لك ديروا مكانه مؤقته بروفيزوار. هي دارتها حيت هي اصلا هذيك ديال الاشغال دارت ديك المكانه وحيدوا دازت المده ديالتها وحيدوا لهم دابا المكانه ديال الضو. عندها مرض مزمن لا ونصير المهم شحال شحال ديال الحاجه مسكينه. عندها شي دواء كديرو في الثلاجه كتخلي عند الجيران كتخلي عند الجيران من زعما في الثلاجه الا غتمشي للحصه ديال الدياليز غدا عندها الدياليز بحال دابا غدا عندها الدياليز كتمشي عند الجيران كتاخذ داك الدواء كتحطو في السطح. هاد السيده كتحطو داك الدواء في السطح باش قالت لي تدي في الصباح في 4 الصباح تدي للسبيطار. داك الشيء اللي كترجع اللي كتدي العاود ثاني كتخرجو من الثلاجه وديرو هي مسكينه لذاتها راه ميكروب كاينه بصح كتدخل ميكروب عاود ثاني تزيد المرض على المرض. وهاد الناس راه ما عندهم غير شويه الانسانيه كتقولوا هذاك الشيء اللي جرى. السيده راه داوها المرض هاد السيده صافي راه غتدخلوها للانتحار. السيده صافي راه داك الشيء اللي كتزيدو صحتها راه مسكينه كتعاني هي تتعاني اكثر منا حنا كنعانيو. هاد السيده كتعاني اكثر من اي واحد عندها مرض مزمن. حنا صوتنا بغينا صوتنا توصل للمغاربه ان شاء الله غادي يوصل. حنا التحيه ليكم ملي جيتي جيتي هنا وبقينا فيك راه شحال داك الشيء حنا كنغوتو وهاد الناس ما بغاو يحسوا بينا ما عرفنا علاش بعدا شنو درنا. ما على الاقل الانسان يعطيك سبب. الدستوري راه كيبني الناس فين يسكنوا وحنا بنينا بلا دعم بلا نصو بنينا بعرقنا قاتلنا باش نفرحوا في ديك الدويره قبر الحياه. هاد السيد ماشي باش تخلي فيها وليداتكم. لا هو راسل جاب هز المراسله ناض واحد النهار هز المراسله صافتها للعماله العام قال لي حبسوا علينا هذا الشيء. علاش؟ ما نعرفوا علاش. هاد الشيء ماشي معقول. هاد الشيء ماشي معقول بصح. زعما راه حنا في دوره و 2024 وصل الضو وصل دوارات اخرى وحنا في تيزنيت بغاو يحبسوا علينا. هادشي زعما راه ماشي معقول. والتحيه ليكم ربي يخليك والله الا الحمد لله الصوت ديالك غادي يوصل ان شاء الله لجميع المغاربه سواء خارج المغرب وداخل المغرب. ونتمنى يوصلوا المسؤولين الكبار ان شاء الله يشوفوا هذا الفيديو هذا ويديروا معكم شي حل ان شاء الله يا ربي. المهم هذو هما الخوت ديالنا يا ربي امين. الله ينوركم اخويا والله يجيب لي فيها الخير يا ربي. تطاوية واش بطاطا ولا غير؟ بابا هي
نتوما تقولي لي فين كاينه يا اختي؟ انا كاينه في الدار ديال 30 اختي. اختي كبرت بيا، عرضت عليا لدارهم، جابت لي حتى لهنا يا اختي. امها وجدات سكسو احسن ناس، وحق الله العظيم واحد الله اختي اختي نقرا نقرا هي والام ديالها وخواتاتها، الله يعمر ليهم الدار. الناس ديال تمانار كون يحفظ ربي هار معنا انه تبارك الله. والله الشنطيين ياك والله الا مرحبا وسهلا. الله يبارك الله تبارك الله. واحد اللي استقبل كله كاين واحد الله والضحك والنشاط. الصراحه هاد السيده الله يعمر ليها الدار. دخلوا عند تي كش ما دارت تيك توك يا 30 كاع بنتي كش ما ديت القناه لا دارت حتى شي تاسكات فتا يا صافي كي غير مع غير تيك توك. المهم واحد شجعات واحد شي واحد تبارك الله كي داير. انا نوري لكم السكسو اللي دارت خالتي والبينه واحد اللي استقبلتي بلا ما عطاك غير الضحكه من حدا الباب. راه اهم حاجه هي هذه بلا ما يعطيك الماكل، عطاك غير ديك الضحكه الزوينه. ايوا اختي ها انتما الناس كيحبوني الصراحه، الله يعطيني محبه الناس كي بحالك اللي كيبغيونا وكيعرفونا شنو كنسوا كنسوا. يا ربي العند لله واللي ما بغاناش اختي الله يخرج فيها السكسو في الركابي. هذا الشيء ديما اللي كتقول ماما. يلا انا نصور لكم السكسو ونرجع معاكم. ثم كيف ما كتشوفوا شوفوا كنشد اللقطه باش ما تملوش من الفيديو، وكندير لكم شي حاجه اللي هي زوينه وكنبارطاجي معكم حياتي كيف ما كتشوفوها. فانتوما كيف ما كتشوفوا ثاني وريت لكم شي منتوجات طبيعيه ديال التعاونيه تدويرتي. صراحه هذه الانسانه اللي هي رائعه، واحد الانسان اللي كتبغي الخير، واحد الانسان اللي عاشرت، واحد الانسان اللي زوينه ما شاء الله عليها. فلي الشرف انني نحط فيديوهاتها ونحط التعاونيه ديالتها، فاللي بغى شي حاجه فيتصل بها. فهذه الانسانه كتصيفط لجميع المدن المغربيه كيف ما كنقولوا شي حاجه طبيعيه كبحال العطور كبحال السكسو. فمرحبا والف مرحبا بالجميع. فشكرا لها هي وعائلتها، والصراحة دوزنا واحد النهار اللي هو زويون. فهذه هي تي 30 هي معروفة ب 30. فشكرا لك بزاف على العرضة ديالك، كبرتي بيا الله يكبر بك يا ربي. وكيف ما كتشوفوا دائما جديد مع فاطمة الطاطوية والويلي تسقطي 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 داكشي علاش المهم هذا هو الفيديو ديالي. نتمنى انه يعجبكم ان شاء الله دائما الفيديوهات والجديد 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 مع فاطمه الطاطويه. فما تنساوش من لايك ومن الاشتراك وما يخليكم ليا يا ربي. وشكرا للعائله ديالتي اللي كتثق فيا وكتبغيني وكتحماق عليا، حتى انا كنبغيكم الناس المشاعر اللي كتصيفطوا ليا وانا كنحس بكم حتى نتوما راكم كتحسوا بيا. فشكرا بزاف اللي كيبغيني واللي ما كيبغينيش حتى هو. الله يسلم عليكم.